السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في كورس سويتشنج من كورس سي سي ام بي. في آخر حلقة في البارت 5 احنا قلنا ان الكورس دوت مكون من 7 بارت ديزاين وقعدنا فيه، وبعد كده دخلنا على الفيلانز وانواعها والسبانينج تري، وده كان اكبر بارت في الكورس. وخلصنا البارت دوت كله، اتكلمنا على سبانينج تري ومالتيبل سبانينج تري والفيتشرز اللي فيه والرابت سبانينج تري والفيتشرز اللي موجوده فيه بيديو جارد و و و و. وبعد كده دخلنا على المالتي لاير سويتشنج واتكلمنا على الدي اتش بي والمالتي لاير وسويتش واللاير 3 سويتش، ودخلنا على بارت 5 المونيتورنج. وقلنا ان جزء المونيتورنج دوت من اهم الاجزاء الموجوده، ازاي ان انت مش مهم بس ان انت تبدا تبيلد النتورك، المهم ان انت تكون واحد زي الراجل الطيب دوت، تبدا شايف النتورك قدامك وتحدد اول ما يحصل مشكله ان انت هتعمل ايه في النتورك. اتكلمنا فيها برضو عن سيسلوك سيرفر واللوجز وازاي تعمل اللوجز والان تي بي والاس ان ام بي، واتكلمنا عن اي بي اس اللي هي راوترز والاي بي اس اللي هي عموما في سيسكو. والنهارده في اخر درس مع المونيتورنج في المونيتور سيشن. المونيتور سيشن دوت جزء مهم جدا جدا جدا، بيستخدم استخدامات كتير قوي. انا حريص ان انا في جزء المونيتورنج، يعني في الكورس ككل وفي جزء المونيتورنج عموما، ان انا مش اخليك بس تفهم المطلوب منك في الامتحان قد ان انا اخليك تفهم الجزء دوت ايه اهميته او ايه اهميته بالنسبه للكورس اللي انت بتدرسه. جزء المونيتورنج دوت من الاجزاء المهمه جدا. ببساطه جدا بيحصل كتير قوي ان بي سي اي عايز يكلم بي سي بي، بيران ابلكيشن معينه والابلكيشن دي مش شغاله. طبعا الناس بتاع السيستمز او المسؤولين على الابلكيشن المتهم الاول بالنسبه لهم النتورك، والناس بتاعت النتورك دايما الطبيعي يقول لك دي مش مشكله نتورك، ديت مشكله ابلكيشن. بيبدا اول الراجل بتاع النتورك اول حاجه بيقول عليها ايه، انا راجل مسؤول عن الكونكتيفيتي بين الكاستمرز الموجودين عندي على النتورك، فلو سمحت يا بي سي اي بينج على البي سي بي، يبنج عليه لا بينج شغال، يقول لك خلاص هي مش مشكله نتورك، خلاص هو كده بقى براءه فعلا، ولكن الابلكيشن مش شغاله. يراجع كل حاجه، الدنيا مش شغاله، فبيرجع يطلب سبورت من الراجل بتاع النتورك، حاول تساعدني الدنيا مش شغاله وانا عامل كل الكونفيجريشن صح. في الحاله ديت بنعمل السبان، سبان سويتش بورت انالايزر، بتيجي تاخد الترافيك اللي ماشي على البورت دي وبتاخد منه الكوبي وتطلعه على بورت تانية وتبدا تعمل انالايز للبورت دوت. بتفاجئ احيانا ان اللي بيبعته بي سي اي بورت نمبر مثلا غير البورت نمبر اللي بي سي بي بيعمل لسننج عليه. تيجي تقول هو ايه اللي طلع بورت نمبر دوت هنا، او تلاقي ان هو مش بيساند اصلا، ان انا مش جاي منه ترافيك، فبقول له الترافيك مش بيطلع، ما بيجيش هنا، يكون البي سي دوت واصل بانترفيس ثاني مانجمنت مثلا وهو مش بيبعت الترافيك هنا بيطلعه على انترفيس ثاني. وده وارد، اجي اقول له احنا عملت مونيتورنج هنا، الترافيك اللي انت ال HTTP مثلا لو ده كان HTTP سيرفر، ال HTTP انا مش شايف منك ولا باكت HTTP، فهو لما يريفيو ثاني اوه ده انا كنت ببعت ال HTTP مش على الانترفيس دوت، ببعت على انترفيس ثاني، او انا اصلا لما كان بيبعت ال HTTP مثلا ده كان سكيور، فبدل ما يبعته على 80 بعته على 80 بس. فانت بتعمل انالايز للبورت دوت وتاخد البورت دوت تبص عليها. دي حاجه من انواع الانالايزر ديت، لو انت واصل على البورت دوت وحطيت، اسهل حاجه في الدنيا ان انت تيجي هنا تحط لابتوب وتيجي على اللابتوب تران بروجرام لطيف جدا اسمه واير شارك، ده اللي هو البروجرام ده، وبتيجي على الواير شارك دوت تقول له ليسن على الانترفيس بتاع اللابتوب بتاعك، فبيجمع كل الدنيا دي كلها. سواء ان انت بتعمل فلترنج زي ما انت بتفلتر كده، بتفلتر على حاجه معينه، او بتشوف الباكت كلها، بتشوف البروتوكول. انت لو وقفت على اي باكت دي الباكتس اللي عندك، فانت لو وقفت على اي باكت بيفتحها لك
تايب 1 لاير 1 لاير 2 لاير 3 اللي انت عايز تشوفه بتكليك عليه بيتفتح. هنا مثلا هو بعت الترافيك بتاعه او اليوزر نيم بتوعه اكسبوز اللي هو انت شايف اليوزر نيم تورنج تيست يوزرز، فواضح ان مثلا اوثنتيكيشن مش كويس لان انت ما كانش مفروض ان انت مهما خدت كابتشرز للترافيك ان يكون تشوف الدنيا. مش دي مشكلتي، المشكله ان ان انت ده نوع من انواع الواير شارك او واير شارك. تبدا تانلايز بقى الدنيا دي كلها لحد لما تعرف المشكله فين، او تبعت طبعا الشاطرين قوي في الحته ديت الناس بتوع السيستم ابعت له الفايل ده وسيبه هو يعيش لحد لما هيلاقي الدنيا. طيب انت ممكن تمونيتور ايه؟ انت ممكن تمونيتور بورت او اتنين او تلاتة، او تمونيتور مجموعة انترفيسز ممكن وتحدد لهم ديستنيشن واحد، ممكن تمونيتور الترافيك سورس بس او مونيتور ترانسميت بس او ريسيفد او بوست ترانسميت ريسيف، ممكن تمونيتور كل الناس اللي في فيلان 2 مثلا. في الحالة ديت بيسموها فيلان بيز سبان في سبان اللي هو بيمونيتور السبانينج كلها. الانالايزر دوت ممكن يكون مش للترابل شوتينج، يعني هو الانالايزر ده فيه جزئين، جزء ده وده مشهور جدا، جزء الترابل شوتينج، والجزء التاني وده مشهور جدا برضو المسؤول عن الكواليتي في النتورك بتاع الابليكيشنز ديت، بيبدا يمونيتور ويتاكد على طول ان انت الباكيت رايحه وجايه، وياخد سناب شوت كل فتره ويتاكد ان الترافيك الموجود تمام وان الدنيا شغاله كويس، وبيبقى بيز على كده بيعمل ريبورت ويتاكد فيها على ان الدنيا دي كلها. فيبقى الانالايزر ده يا اما بترابل شوتنج يا اما بيبقى مسؤول عن الكواليتي. الكونفيجريشن از فيري ستريت فورورد، بتكتب مونيتور سيشن ورقم السيشن والسورس، السورس ده لا اما انترفيس لا اما فيلان، ولا اما ريسيف ترانسميت او بوست، وبعد كده بتكتب مونيتور سيشن ورقم المونيتور سيشن وديستنيشن، بتكتب الانترفيس بسرعه. ادي الكونفيجريشن مونيتور سيشن 1 سورس جيجا 101 بوست مونيتور سيشن 1 ديستنيشن جيجا، فيري ستريت فورورد. ريموت سبان، تعال بقى نقول ان احنا ابتدينا لقينا نفس المشكلة كانت ما بين بي سي اي وبي سي بي، لكن انا مش عايز اروح لحد الاوضة بتاعت اللي فيها الاجهزة كلها. انتوا عارفين دايما الاجهزة محطوط في انفيرومنت معينة علشان التكييف وكده، علشان هو مش عشان اي حد يجي كابل في كابل وبتاع. فالمهم ان انا مش عايز انزل مخصوص علشان اروح الجزء بتاع النتورك، فالسويتش دوت انا واصل بيه عن طريق سويتش لحد على سويتش عندي مثلا في الدور بتاعي. فبدل ما انا انزل لحد هنا اهوت واخش الاوضه اللي فيها الاجهزه و و و و لا لا، ده انا ممكن اعمل المونيتورنج دوت وانا قاعد من فوق. شوف بقى الرفاهيه دي، حاجه اسمها ريموت سبان، ان انت ممكن تعمل تسبان جيجا 01 وتطلعه على ترانك ده بفيلان معينه ولتكن فيلان 99، تطلعه على الفيلان ده وتاخدها في سويتش بي، تطلعه على سويتش سي وتاخدها، يبقى السورس بتاعك فيلان 99 والديستنيشن بتاعك يبقى الانترفيس دوت، وتاخد البورت دي تعمل لها انالايزنج لوحدك. Configuration very straightforward. VLAN 99 remote span monitor session source 1 post send receive destination remote span. طبعا switch B بس بيعرف ال VLAN دي عنده، switch C هيعرف ال VLAN source. خدت بالك انت هنا هي كانت ديستنيشن في سويتش A، سورس هي ريموت سبان والديستنيشن هي 1048. الدنيا بسيطه جدا، هو مونيتور الانترفيس ده وده كان الديستنيشن بالنسبه لسويتش A
فضل ماشي كده. ده بقى السورس في سويتش ايه، والديستنيشن هيبقى 1048. فيري ستريت فورورد كونفيجريشن، الدنيا بسيطه جدا. تعمل شو مونيتورنج، هيقول لك ان انا كانت عندي سيشن اولانيه بمونيتور واحد وببعته على 48، ودي سيشن الاولانيه. السيشن الثانيه بمونيتور جيجا، والديستنيشن ريموت اسبان. السويتش عنده كام مونيتور سيشن؟ معظم السويتشات عندها 2 مونيتور سيشن. انا مش عارف ليه صراحه ال ال ال, ال, ال هم قليلين يعني. دول يمكن في سيسكو 2، في اذر فيندور بيبقوا اكتر من كده بكتير. في بعض الادفانسد راوتر زي الاي اس ار دلوقتي بيبقى وصلوا تقريبا ل 8 اسمه ايه دوت سبان مونيتور سيشن. بيبقى مونيتور سيشن ديت مهمه جدا جدا زي ما بقول لك. احيانا بنقعد نلف وندور كتير قوي في حاجه شغاله او مش شغاله، وبيكون حلها ان انت ببساطه جدا تعمل مونيتورنج سيشن وبتحلها. اتمنى تكون الجزء ده كان صغير جدا وكان اخر شابتر عندنا في المونيتورنج. وبشكركم جدا. ما تنساش تخش على الويب سايت بتاعنا www.mohammadsameer.com، هتلاقي فيه كل الحاجات بتاعتنا. احنا الحمد لله بنحاول نطور من الـ 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 الويب سايت اول باول، وشكر رائع ومستمر للبشمهندس محمد احمد اللي معانا على المجهود الرائع دوت اللي بيقدر يخلينا نوصل للمستوى الاحترافي ده. هتلاقي هنا هوت كل حاجة انت عايزها. ياريت تخش وتعمل لك يوزر نيم، لان احنا بعد كده عايزين ان احنا اول ما ننزل حاجه جديده نكونتاكتك ونبعت لك ايميل ونقول لك على فكره احنا نزلنا حاجات تانية. هتلاقي هنا حاجات كتير، هتلاقي هنا ارتكلز لو انت عايز تخش تشوف ارتكل معينه زي الفايب، ويعني ايه الفرق الاختلافات ما بين السي سي ام بي وانت بتدرس سي سي ام بي ليه. ديت مقالات مثلا كل شهر هتلاقيني بنزل مقال. وهتلاقي الكورس مثلا، احنا لسه عندنا كورس سويتشنج دوت اللي شغالين فيه، هتلاقيهم كلهم تحت بعض عشان ما تتوهش في الدنيا. لقيت مثلا حلقه من الحلقات عايز تتفرج عليها، هتكليك على الحلقه، هتلاقي هنا اهوت تعريف الحلقه، بعض الكونفيجريشن لو كانت موجوده عن الحلقه، وبتلاقي الحلقه بعد كده موجوده. سبحان الله، يعني هي الوحيده ديت مش محطوطه، هي بس احنا لسه عشان لسه بنظبط الدنيا. يعني لو دخلنا في لو في حاجه من الحاجات ناقصه او فيديو مش موجود او يا ريت تخش وتقول لنا. زي مونيتورنج اهوت، ممكن تتفرج على الفيديو على طول من هنا، او ممكن تخش على اليوتيوب على طول تتفرج عليه. هتلاقي برضو على السايت، لو احنا جينا هنا رجعنا الهوم، هتلاقي اليوتيوب تشانل بتاعتنا، هتلاقي كورس سي ان اي وكورس سي ام بي سويتشنج. طبعا هما بالحلقة دي هيبقوا ال20، في هتخش على الحلقة بتاعتك. حاجة مهمة جدا جدا جدا، لازم سبسكرايب معانا. اوعى تخش وتنسى السبسكرايب، سبسكرايب معانا في الحلقه، وبص عشان يوصل لك على طول على اليوتيوب حلقاتنا الجديده. هتلاقي في من احد مميزات الويب سايت، او من احنا ليه من الحاجات اللي خلتنا نفكر فيه، ان انا لما باجي اعمل حلقه زي المونيتورنج او الحلقه بتاعت النهارده، هتلاقي على طول لو انا فتحت الحلقه كده على طول السلايدز، لو دبل كليك هتلاقي سلايدز، تقدر تنزل السلايد عندك وتتفرج عليها بلينك مباشر، ولا تقول لي دي محطوطه في لينك واللينك دوت كذا، ولا لينك على السيرفر بتاعنا. جزاهم الله خير الشباب اللي مساعديننا وسايبين لنا جزء من السيرفر بتاعهم. فسيرفر دايركت بتاعنا مش محتاج يدخلك على اي حاجه خالص. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه